عرض طلبة قسم الإنسانيات والفنون في كلية القدس بارد الآداب والعلوم مسرحية مستوحاة من المسرحية الإغريقية أنتيغون، إضافة إلى عرض عدد من الأعمال الفنية ومشاريع تخرجهم. وتناولت المسرحية موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان والإعلام وصياغة النص من قبل الطلبة أنفسهم وتقديمه بدوافع إنسانية ومشاعر حقيقية تجاه هذه القضايا. This class is theater and human rights. And as part of the class, we developed a play based on Greek drama, including the plays Antigone and Hecuba, where each student wrote a monologue that deals with something in their personal life that relates to the play. Then we assembled the plays over the monologues over the last 8 weeks into a continuous script that we called Antigone's Notebook. المسرحية اللي عملناها اليوم هي نتاج عمل أو نتاج المساق اللي اسمه Theater and Human Rights مع بروفيسور جاري إنجلش. الفكرة وراء الشيء إنه كل طالب كتب مونولوج بناء عن الشخصيات اللي قرأناها بالمسرحيات طوال هذا الفصل. من المسرحيات كانت عنا أنتيغوني، هكبة، The Trojan Woman وهيك الأشياء. فيما تم عرض أفلام متعلقة بحقوق الإنسان وقضايا اجتماعية مستوحاة من واقع المجتمع المعاش. وتأتي هذه الأعمال الطلابية تماشياً مع سياسة الكلية الهادفة إلى تنمية قدرات الطلبة ودعمها مع الجانب النظري الذي يعتبر أساس عملية التعليم فيها. اللي إحنا بنعمل اليوم استفدت منه كثير لأنه قوى شخصيتي على المسرح، بطلت أخاف وأحس برهبة المسرح، فعشان هيك بشجع طلاب الجامعة إنهم يدرسوا في كلية بارد لأنه أكيد راح يستفيدوا من الأشياء اللي راح يخدوها فيها. حنوا إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي وتذكر في طفولة يوما على صدر يومي وأعشق